اتجه إلى ليفربول في إنجلترا في 74 لدراسة دبلوم أمراض البلدان الحارة. وكان حريص أنه في هذا التخصص يخدم فيه الأمراض الأشد انتشاراً في الدول الأشد فقراً والأشد تهميشاً. ما ترك النشاط الدعوي اللي كما ذكرنا أنه يجري في دمه، فبدأ في زيارة السجون لإصلاح أحوال المسلمين الموجودين هناك، وكذلك لدعوة غير المسلمين، حتى أن فتحوا له مكتب في السجن وسموه مكتب القسيس المسلم. وفتحت لإدارة السجن هذا المكتب للأثر اللي شافوه في إصلاح حال المسلمين اللي كانوا يعني لهم سوابق إجرام أو سوابق مشاكل. تغير حالهم إلى الأفضل، تغيرت أخلاقياتهم، حتى أن إدارة السجن ارتاحت من قلة الصراعات اللي تحدث داخل السجن، من قلة المشاكل، وبعضهم خرج من السجن كمسلم صالح منتج في مجتمعه. جعلوا تأثير ليس فقط على المسلمين، وإنما فتحوا للمجال كذلك لدعوة غير المسلمين، حتى أن تتخلق أخلاقياتهم بأخلاق الإسلام الصحيحة، وكان له أثر جدا كبير في هذا الجانب. بالإضافة إلى تأسيسه إلى جمعية الرعاية الإسلامية أو مركز الرعاية الإسلامية، ما زال موجود إلى الآن المركز. المركز هذا كان له أثر في المهاجرين المسلمين اللي هاجروا إلى بريطانيا لحفظ ذرياتهم وحفظ الأجيال من الانحلال في أخلاقيات الغرب، وإنما للتمسك في أخلاقيات الإسلام بالعادات والتقاليد، كذلك بربطهم بالقرآن وربطهم بالمسجد.